القضاء المصري يقر بتجسس شركة أورنج المصرية للاتصالات لصالح إسرائيل. نناقش هذه القضية وأبعادها بعد تقرير الزميل أحمد يحيى. استمرارا لخمس سنوات من النزاع القضائي، المحكمة الاقتصادية بمصر تقر ثبوت تجسس شركة أورنج مصر للاتصالات على الشعب المصري لصالح دولة الاحتلال الإسرائيلي. تلك الشركة الوارثة لموبينيل المملوكة سابقا لرجل الأعمال نجيب ساويرس، وذلك عندما قام بإنشاء محطات للشركة في منطقة العوجة بشمال سيناء على الحدود المصرية مع قطاع غزة، ودون موافقة الشركة المالكة للبرج المعدني، ثم قامت بتركيب أجهزة هوائية متكاملة أكثر من العدد المسموح به، مع عدم مراعاة المعايير والاشتراطات الصحية والبيئية والمسافات الرأسية بين مركز الهوائيات التي قررها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الأمر الذي ساهم في إيصال الترددات المصرية إلى الكيان المحتل والتقاطها بسهولة، ما أضر بالأمن القومي للبلاد على نحو واسع. من جانبها قضت المحكمة في الجزء الفني فقط، ولم تتحرك الدولة المصرية فيما يتعلق باختراق أمنها القومي وانتهاكه، ما اعتبره نشطاء تتابعا لسياسة الفشل العام لنظام عبد الفتاح السيسي، خاصة وأن العقوبة جاءت مالية فقط وقدرت ب 49 مليون جنيه مصري كتعويض عن الخسائر الناجمة عن تمرير المكالمات لصالح إسرائيل، وأن تلك العقوبة لم تكن على قدر الملمة. وجدير بالذكر أن الدولة المصرية في ظل حكم السيسي تعيش أقوى فترات تقاربها مع إسرائيل على المستوى السياسي والأمني، والتعاون بين النظامين غير مسبوق على خارطة تاريخ العلاقات المصرية الإسرائيلية، فيما تبقى القضية المعروفة بتخابر موبينيل مع إسرائيل دليلا على ثغرات واضحة في بنية المؤسسة المصرية الأمنية، ولا يعلم أحد حجم الأضرار التي ستترتب عليها مستقبلا في ظل منطقة مفتوحة النزاعات والحروب تتميز بعدم نمطيتها. ينضم إلي في الاستوديو الكاتب الصحفي المصري السيد خالد الشريف، أهلا بك معنا سيد خالد. كيف رأيت حكم المحكمة الاقتصادية بتغريم أورنج للاتصالات 49 مليون جنيه؟ أراه أنه يؤكد نظرية الترهل الدولة في مفهوم الأمن القومي، خاصة بعد تولي السيسي للسلطة وانقلابه على الرئيس المنتخب ووجود هذا الانقلاب العسكري الذي انقلب أيضا على الثوابت الوطنية، فهناك فداحة كبيرة في مفهوم الأمن الوطني، حيث أصبحت إسرائيل ليست عدوا إنما صديقة. بلا شك أن هذا الحكم يرسخ ويؤكد دور موبينيل وأورنج في التجسس لصالح إسرائيل، خاصة في منطقة سيناء التي هي الآن مرتع لكل الخارجين على القانون منذ الثورة أو قبلها أيضا بسنوات قليلة أيام حسني مبارك. هذه فضيحة بجلاجل للحكومة المصرية الحالية وللنظام الدولة العميقة الذي يتسطر على إسرائيل وعلى التجسس. بلا شك أن مفهوم الأمن القومي تآكل لدى السلطة المصرية خلال السنوات الماضية، خاصة بالنسبة لإسرائيل الدولة الخطر الأول لمصر، خطر لأن لديها جيش ومحارب، وأنها أن مصر في مرمى الخطر. كيف تقام مثل هذه الشركات والشبكات التي لابد أن تكون تحت رقابة الدولة ولا تكون مرتعا لكل يعني من هب ودب؟ ثانيا، هناك أكثر من 400 أو 40 ألف مصري داخل إسرائيل تجنسوا وتزوجوا، إذن مكامن الخطر كثيرة، خاصة وأن أورنج متورطة في خدمة وحدتين عسكريتين داخل الأراضي المحتلة مع شركة الاتصالات بارنتر أو يعني شركة اتصالات إسرائيلية معروفة منذ زمن. والآن يعني هل لديك معلومات عن بداية القصة، بداية هذه القصة، قصة أورنج أو موبينيل وتورطها في التجسس في منطقة العوجة؟ هي بدأت تتضح منذ 2011، وهناك من يعني كشف أوراق هذه
القضية مع ضرورة مقاطعة موبينيل التي كانت مندمجة مع أورانج الشركة الفرنسية التي تقدم خدمات مباشرة للضباط والجنود الإسرائيليين. وقتها تنادى الكثير من السياسيين بضرورة مقاطعة موبينيل، وصدق حسهم بعد هذه الفضيحة من إقامة أبراج في منطقة تعتبر يعني ذات طابع أمني حساس وهي العودة، بعمق الترددات كانت تصل إسرائيل بعمق 10 كيلو، وهذا مكمن الخطورة، أن إسرائيل استطاعت أن تخترق الترددات المصرية والاتصالات المصرية أقيمت دون ترتيب أمني، منتهى التسيب والتخاذل والتفريط في هذه المنطقة الحساسة. إسرائيل لك يعني سيناء لك أن تعرف في هذه الفترة كانت بداية يعني الإهمال، وبداية أنها أصبحت لكل خارجين على القانون ومرتعا للإرهابيين وغيرهم ولرجال دحلان، والحكومة المصرية ترفع يدها. يعني كيف للسلطة الحالية أن تتهم الإخوان المسلمين وتجعلهم هدفا لأمنها القومي، وتتهمهم بالتخابر مع قطر، وتترك الحبل على الغارب لإسرائيل ترتع وتخترق الشركات المصرية؟ يعني هذا تخاذل يجب أن يحاكم عليه هؤلاء، وبنص هذا الحكم يدين الحكومة المصرية قبل أن يدين طيب. موبينيل، تحدثت أن القضاء مسيس وأن العلاقات المصرية الإسرائيلية الآن على ما يرام، لماذا يصدر حكم كهذا والجميع يتهم القضاء بأنه مسيس؟ هو يعني حكم الشيء الطريف أنه حكم في الجانب الاقتصادي وليس في الجانب الفني والتجسس. ماذا يمثل لك هذا؟ يمثل خطورة، يعني همه أنه أن إسرائيل سرقت المكالمات وهي تدفع تعويضا لهذه المكالمات، يعني لكن الجانب الأمني غير متواجد. المحكمة الاقتصادية تحاكم أورنج بسبب فني، أنها أنشأت هذه الأبراج أو ما شابه دون ترخيص، دون إذن، ولكن لا يوجد حديث عن التجسس أو حديث عن الإضراب الأمن القومي. هذا لم يرد في الحكم، لم يرد تماما، وهذا مكمن الخطورة. يعني الأمر لدى الحكومة المصرية أو القضاء هو موضوع مادي فقط، يعني وهذا يعني مستغرب كيف يتم اختراق إسرائيل لأجهزة الاتصالات المصرية وشركة كبيرة لديها كم هائل من المشتركين، ولذلك فطن كثير من السياسيين وطلبوا بمقاطعة موبينيل، وتم ساعتها خسرانها أكثر من 100,000 مشترك، لكن لم تتحرك الحكومة المصرية، وهذا هو يعني منتهى الاستغراب والعجب، أن الحكومة المصرية تفرط في أمنها القومي سواء في سيناء أو في جنوب مصر، وتفرط في حقوقها المائية، تفرط في أمنها القومي في الجنوب، وتجعل تلت مساحة سيناء يعني ساحة يرتع فيها الخارجين على القانون، وساحة حرب تماما، بدل ما أن تنمي هذه المنطقة، بدلا من أن تفرض سطوات القانون. هذا ما نطلبه، الدولة يجب عليها أن تفرض سطوة القانون على هذه المساحة التي أصبحت خرابة، تلت مساحة مصر. والآن هذا الحكم دليل إدانة للسلطة المصرية. طيب، قضية منذ 2011 السيد نجيب ساويرس كان له جزء كبير من موبينيل سابقا، هل الأمر يتعلق بالخلاف الحالي أيضا بين النظام وبين نجيب ساويرس؟ الأمر يتعلق بأبعاد سياسية ليس فقط أمور فنية كما ورد في هذا الحكم؟ أو ربما يكون له جانب ذلك، لأنه يعني سكت طوال هذه المدة، وهي أمر تتعلق كما قلنا بالأمن القومي، كان يجب على القضاء أن يسرع في حكمه ولا يحكم في الجانب المادي، لكنه يريد أن يغازل ساويرس وشركائه في الانقلاب. الآن يتم صراع أجهزة
وصراع النفوذ مع رجال الأعمال، لكن الإدانة واضحة للسلطة الحالية أنها متخاذلة في أمنها القومي، وما زالت أورنج هي التي تستحوذ على أسهم موبينيل وعلى الاتصالات في مصر، وهي مدانة بأنها شريك مع الشركة الإسرائيلية التي تخدم الجنود وتخدم المستوطنات. أين أجهزة الاستخبارات والأجهزة الأمنية المصرية من هذه القضية؟ غائبة تماما. لماذا؟ النتيجة كما قلت انقلاب على الثوابت الوطنية. يعني لك أن تعجب أن الذين يخرجون من غزة بعد الحصار وبعد إحكام المعبر ربما يتعرضون للمساءلة ويتعرضون للتحقيق إذا سافروا أي بلد عربي، أما الإسرائيليون فإنهم يعني يقابلون بالترحيب والتسهيلات، وهذا منطق عجيب. يعني انقلب المنطق أو الأمن القومي رأسا على عقب بالنسبة لإسرائيل الذين أصبحوا أصدقاء وتترك لهم سيناء للسياحة وللسفر وللخروج والدخول دون حتى مساءلة. طيب مرة أخرى، الأمن القومي طالما تحدث عنه عبد الفتاح السيسي منذ أن كان وزيرا للدفاع وبعد انقلابه حتى انتخابات الرئاسة وفي المنصب الذي يشغله الآن، تحدث أنه حامي حماة الأمن القومي. هذه القضية أين السياسة فيها؟ يعني لماذا لا يحقق فيها ويقدمها للرأي العام بأنه حامي حماة الأمن القومي أيضا؟ لأنه يشتري رضا إسرائيل، إنما هو جاء لتأمين إسرائيل. أظن أن هذا الانقلاب أول شبهة فيه وأول تهمة له أنه جاء لتأمين إسرائيل من الربيع العربي ولتأمين إسرائيل في المنطقة. وأنت ترى أن كل قرارات السيسي الخارجية تصب في مصلحة إسرائيل، سواء سحبه لقرار إدانة الاستيطان أو غيرها من القرارات، كما أن المعونة الأمريكية التي تتدفق عليه الآن إنما هو الغرض منها هو تأمين وحفظ سلامة إسرائيل في المنطقة. يعني السيسي يحرص تمام الحرص على رضا إسرائيل، وهذا ما نراه في الصحافة الإسرائيلية التي تشكر ليلى نهار وتثني على عبد الفتاح السيسي. يوم 28 من يناير، أو منذ ليلة 28 من يناير، وانقطعت الاتصالات في مصر في عام 2011، وكان هناك تواطؤ كبير من شركات الاتصال جميعها في هذا التوقيت، وكان هناك نوع من الضغط على المتظاهرين في يوم جمعة الغضب الأولى في 28 يناير 2011، وها نحن الآن أمام قضية تجسس أيضا على مدار 5 أعوام يتم التحقيق فيها، والآن حكم فني كما ذكرت. فكرة شركات الاتصال في مصر سيد خالد، كيف ترى تعاملها مع القضايا السياسية أو مع الأنظمة الموجودة؟ هي تعمل لصالح مشروعها الخاص الاقتصادي وترتمي في أحضان السلطة الاستبدادية التي تحرص على الأمن السياسي قبل الأمن القومي. ترى أن المنافسين والخصوم السياسيين هم أعداؤها في المقام الأول، وأنت ترى أن كم القضايا التي تحرر الآن لأنصار الشرعية وأنصار مرسي بالجملة كلها تلفيق ضد الأمن القومي باتهام بالتجسس، التجسس مع قطر، التجسس مع السعودية، التجسس لصالح يعني دول عربية ولصالح مرسي. كيف لك أن تتصور حزبا حاكما يتحول إلى في يوم وليلة ورئيسا منتخبا إلى جاسوس؟ والإعلام يعني يسخر من عقول الناس ويسمي الرئيس مرسي الرئيس المنتخب بعد الثورة بأنه جاسوس، هو انقلاب على الثوابت الوطنية لدى المخابرات وأجهزة الدولة. نعود لأوضاع شركات الاتصال مرة أخرى في هذه الأزمات. 28 يناير تواطؤ من شركات الاتصالات طبعا. والآن قضية تجسس كبرى، يعني كيف ترى حال شركات الاتصالات في مصر؟ حال شركات الاتصالات أنها خادما أمينا لأصحاب الكرسي السلطة، ويعني خير دليل ما فعلوه في 28 يناير، وكان يجب على الثورة أو الثوار أن يكون لهم موقفا محدد من هذه الشركات التي تمس الأمن القومي وأمن المواطن. لأن الأمن القومي مفهوم إيه؟ أمن المواطن، سلامة المواطن، راحة وتوفير وأمن وسلامة المجتمع. أمن المجتمع مهدد من هذه الشركات التي لا نعرف
يعني مدى تجسسها على مكالمات المواطنين، مدى يعني تلاعبها في هذه المكالمات، أيضا جشعها. يعني معروف أن هذه الشركات تستغل المواطن المصري في أطماعها وجشعها لأبعد حد. أغلى المكالمات تتم في مصر. طيب، هذه القضية أو هذه الأبراج كانت في منطقة العوجة في سيناء، وهي منطقة تعتبر الرئة الأهم من الأمن القومي المصري، وتجسس مع إسرائيل من المفترض أنها العدو الأول لمصر الآن. كيف ترى استغلال إسرائيل أو العدو الصهيوني لهذه الثغرات الفنية في التجسس على منطقة شديدة الخطورة والأهمية للأمن القومي المصري؟ هي ليست ثغرات فنية، يعني جاءت اعتباطا، أنا أظنها أنها متعمدة. يعني كيف لشركات اتصال أو شركة اتصالات كبرى تدخل بعمالها ومهندسيها إلى المنطقة دون إذن من أجهزة الدولة وأجهزة الأمن والمخابرات؟ هذا هو مناط الخطورة. إذا كان المصريون إذا ذهبوا إلى شرم الشيخ وإلى بعض المدن يعني الساحلية أو في سيناء لمجرد السياحة يتم تفتيشهم وتوقيفهم حتى أيام الثورة، فكيف بشركة لها طاقم وهندسين أن تدخل هذه المنطقة؟ هذا نوع من يعني توريط، هذا يعني أجهزة الدولة متورطة في هذا العمل الاستخباراتي المتعمد لصالح إسرائيل. طيب، الأمر الآخر، المسؤولين في شركة أورنج تحدثوا أن شركات الاتصالات الأخرى لديها أخطاء مماثلة تتعلق أيضا بأبراج دون ترخيص وهذه الأخطاء الفنية. لماذا تم توجيه الاتهامات أو النظر والتركيز على أورنج وتركوا الشركات الأخرى؟ أنا لا أقول أن البلد تمشي على يعني قانونيا أو يتم محاسبة البلد. مصر يعني في حالة من الترهل والانفراط وعدم يعني تطبيق القانون والفساد المستشري الآن. أنا لا أبرئ أجهزة الدولة من تعاملها مع الشركات الأخرى، كلها في الفساد سواء، حتى المناقصات التي تتم الآن. حتى أورنج هذه كان يجب عدم إرساء العطاء عليها لأنها شركة فرنسية كما قلت متورطة في خدمة الجنود وخدمة الإسرائيليين في الأرض المحتلة، يعني في المستوطنات وغيرها. كان يجب ألا يتم التعامل معها ولا إقرار العطاء عليها. طيب، سنعود لنكمل هذه النقطة، ولكن وجب التنويه أننا تواصلنا فريق الإعداد تواصل منذ قليل مع السيدة هلا عبد الودود مديرة العلاقات العامة بشركة أورنج للاتصالات، وطلبنا منها المداخلة للتعليق على حكم المحكمة الاقتصادية بتغريم أورنج 49 مليون جنيه، فقالت نصا أننا لا نعلق على أحكام القضاء ولم تأتينا تعليمات للظهور في قنوات الفضائية والتعليق على ما حدث مرة أخرى، لأنه بالتأكيد حق الرد كان مكفول وكان واجب علينا التواصل مع أصحاب الشأن. تواصلنا مع السيدة هلا عبد الودود مديرة العلاقات العامة وقالت لا نعلق على أحكام القضاء ولم تأتينا تعليمات لإجراء مداخلات مع القنوات الفضائية حول هذه القضية. إذا ما عدنا سيد خالد إلى فكرة أمن قطاع الاتصالات في مصر، كانت هناك أنباء أن النظام المصري تعاقد مع شركات إيطالية متخصصة في فكرة التجسس على المكالمات، هل هناك أمن للاتصالات في مصر أم أن كل هذه الأمور خاضعة للسيطرة الأمنية؟ هو للأسف يعني خاضع للسيطرة الأمنية ويتم اختراقها من الدول. اليوم كشف تقرير الميدل إيست يعني البريطانية أنه ميدل إيست مونيتور قالت نصا أن من خلال تسريبات بعض التسريبات لوكيليكس أما المخابرات الأمريكية الأمن القومي ووحدة الاستخبارات الإسرائيلية تعاقدوا معا للتجسس على مصر بعد تولي الرئيس محمد مرسي لمقاليد الحكم. التجسس من خلال اختراق الاتصالات المصرية وتردداتها، من خلال رصد التسليح
صحيح للجيش المصري من خلال رصد للأزمات، من خلال تحركات مرسي وحزب الإخوان المسلمين أو حزب الحرية. هل كانت الولايات المتحدة وإسرائيل تحتاج إلى هذه الأمور؟ يعني تصريحات من كانوا مقربين ووزراء في حكومة هشام قنديل تحدثوا أن الرئيس مرسي كان يعلم بوجود مايكروفونات للتسجيل داخل القصر، وأحيانا كان يكتب على الورق ويشير لكن أمامه. الولايات المتحدة لا تحتاج لهذه الأجهزة في فترة حكم مرسي. العبرة ليس بتحركات مرسي العلنية، وإنما بالتعاقد بين وكالة الأمن القومي الأمريكي وبين وحدة الاستخبارات الأمريكية 8200، ولرصد أولا الغضب الشعبي. هؤلاء لا يصدرون قرارات من اعتباط، إنما يحتاجون لرصد للواقع وبيان مدى قوة المعارضة ومدى قوة الجيش، ورصدوا، وهذا هو الأخطر، رصدوا المعدات العسكرية وتسليح الجيش المصري. إذا نحن أمام اختراق واضح للأمن القومي المصري، الذي أظنه أنه مترهل ولا يجيد سوى الأمن السياسي، يطارد الشباب، يطارد الثوار، يطارد خصومه. طيب، السياسي. أسطورة سيطرة الأجهزة الأمنية في مصر على كافة الاتصالات وأن كل الاتصالات مراقبة وكل برامج الاتصالات مراقبة، هل هذا الأمر ترى أن فيه تهويل بعض الشيء؟ يعني الأجهزة الأمنية المصرية ليست بهذا القدر من الكفاءة للسيطرة على كافة الاتصالات؟ هو طبعا مع اتساع رقعة الاتصالات وعالم التكنولوجيا والانترنت والتواصل الاجتماعي، من الصعوبة بمكان رصد كل هؤلاء، إنما يتم رصدها من خلال القمر الصناعي الذي يصدر إشارات. لو تم ترقب بعض الأشخاص أو كافة الأشخاص يعني، لكن ملايين من البشر يتم رصد مكالماتهم، هذا مستحيل. لكنه يشفر بعض الكلمات، بعض الكلمات على القمر الصناعي التي يخزنها. فإذا مثلا ضرب موقع، مثلا كلمات معينة، ويتم الإنذار لهذه المكالمة، لكن لا يستطيع أن يرصد كل مكالمات الملايين من المصريين، هذا مستحيل. لكن يعني هناك سؤال هو كيف يستطيع إلقاء القبض على عدد من النشطاء أو أعضاء في جماعة الإخوان أو في غيرها عن طريق الاتصالات؟ يعني كيف يتم هذا الأمر؟ يعني اولا يعني كثير ممن وقعوا في الاعتقال كانوا عن طريق المكالمات الهاتفيه. نعم، يتم رصد ارقام هواتفهم برقم الهاتف، يتم رصده عن طريق القمر الصناعي بمكانه، من خلال يحدد مكان وزمن، ايضا من خلال شريحه التليفون يتم الرصد. ولذلك بعض الدول فيما عدا مصر يتم تسجيل الهواتف وتكون تحت رقابة الحكومات، حتى حينما يتم يعني المكالمات من خلال الشريحة التليفون هذه يعرفون صاحبها ويتوصلون لها. لكن على الإطلاق يتم رصد مجمل هذه الكلمات، مستحيل. لكن حينما تعرف جماعة معينة أو حزب معين أو كوادر معين يتم مراقبتهم وتحديد أماكنهم. هل النظام الحالي يراقب معارضيه فقط؟ أم أن هناك لديه تسجيلات هاتفية لعدد من العاملين في القطاع الإعلامي والقطاع السياسي وما شابه؟ لا، هذا النظام نظام عسكري، والنظام العسكري الطاغية يسجل حتى لأعوانه. نحن عدنا إلى الوراء، حتى أعوانه الذين يعني يضغط عليهم وينقلب عليهم حينا، فيستخدم هذه التسجيلات ضدهم. ولعل كل ما يجري من حوادث يوضح لنا أنه يتم تسجيل ويتم اختراق هؤلاء ويتم الضغط عليهم أيضا. طيب، بالحديث عن العلاقة المصرية الإسرائيلية في هذا التوقيت، هل نحن أمام حالة ضغط ربما تكون قريبة في الأيام المقبلة من جانب الكيان الصهيوني على النظام المصري لسحب هذه القضية؟ لأن جميع الصحف تتحدث أنها قضية تجسس. نعم، لكن الحكومة المصرية لم تتحرك في هذا الجانب، هي تحركت في جانب التعويض، ولذلك تم إحالتها للمحكمة الاقتصادية
الأمريكية وكان يجب أن تحيلها لمحكمة أمن الدولة العليا أو لمحكمة عسكرية. ولك أن تعجب أن إذا طالب تظاهر أمام الجامعة جعلوها محكمة عسكرية أو اعترض أو على حنجرته بالحرية، لكن هذا العبث الذي يجري في سيناء وعمق قريب من الحدود الإسرائيلية لا يتم إحالتها لقضاء عسكري مع أن المنطقة عسكرية. تجسس إسرائيل على مكالمات داخل سيناء على مدار 4 أو 5 أعوام بهذا الشكل المستمر، هل ترى أن له تأثير على الأوضاع في سيناء الآن؟ نعم، هي ترصد منذ زمن، وأما أظن نحن نتحدث عن قضية منذ 2011. نعم، وما زالت الآن تخترق سيناء، يعني تخترقها بالطائرات الزنانة التي تدخل للعمق سيناء وتضرب حتى أهلنا. بعض الأهالي رصدوا هذه الطائرات الإسرائيلية. أيضا الاستخبارات الإسرائيلية تعاون مصر في أو السلطات السيسي في محاربة ما يسمى بالإرهاب، وهناك طائرات تجسس وهناك طائرات بدون طيار تخترق الأجواء سيناء. إسرائيل الآن هي في مأمن كبير وتستحوذ على سيناء، وهذا مكمن الخطورة، وتراه أن السيسي يعمل على قدم وساق. طيب حتى تكون الصورة واضحة سيد خالد، تجسس إسرائيل على مكالمات في منطقة العوجة في سيناء، هل يقتصر على مكالمات الأهالي مكالمات المدنيين فقط أم أن الأمر طال الجميع؟ يعني ربما إسرائيل كانت تتجسس على مكالمات ضباط الجيش بلا شك، وهو يعني ليس من فراغ أيضا أن تؤمن نفسها إسرائيل وتمنع دخول معدات ثقيلة في هذه المنطقة، يعني وتعجب أنه يوجد كمائن ربما رصدتهم وتحدد أماكنهم وتبيع هذه المعلومات أو تعطيها للإرهاب. هذا الإرهاب الذي نراه ربما يكون مرتبطا بالموساد. كيف يرتبط بالموساد إن كانت العلاقات المصرية الإسرائيلية على ما يرام؟ يعني لا يبدو الأمر منطقي. لا أبدا منطقي، إسرائيل ليس حبا مطلق للسلطات، هي تتعامل بالعصا والجزرة والضغط وتريد مصالحها. إسرائيل ليست مخلصة لعملائها، هي تعمل لصالحها، تريد أن تؤمن هذه المنطقة، بل تريد أن تسترجعها مرة أخرى وتريد أن تخضعها للمخابرات. تأمين سيناء لإسرائيل لا يعني أن تشعل هي بنفسها العمليات الإرهابية داخل سيناء، لكن تريد أن تجعلها فوضى، فوضى وليس التنمية. نعم، ولكن ما يحدث في سيناء ليس فوضى، ليست تظاهرات سلمية، لا هي عمليات مسلحة ربما تهدد إسرائيل في أي وقت. لم تهدد إسرائيل، لم ربما تطلق. أنا أقول ربما تهدد إسرائيل في أي وقت، وهذا هو مسار العجب. لم تطلق رصاصة واحدة على الكيان الصهيوني، لم يطلق صاروخ واحد على إسرائيل منذ هذا الانقلاب، منذ 4 سنوات. ما يتم رصده وضربه هو الكمائن، وهذا مناط العجب. لماذا يظل الجنود المصريون في كمائن ثابتة؟ لماذا لا يتم دخول معدات عسكرية؟ لماذا لا يتم قواعد عسكرية لحماية حتى هذه المساحة الشاسعة، تلت مساحة مصر، لكنها نهبا وكلأ مباحا للإرهاب والخارجين على القانون. مرة أخرى، إسرائيل ليس من مصلحتها أن تشعل الأمور في سيناء، يعني أنت تقول أن إسرائيل تدعم الإرهاب في سيناء، كيف تدعم؟ ليكون تحت السيطرة. تريد إسرائيل أن تجعل المنطقة كلها حالة من الفوضى حتى ينشغل المصريون بأنفسهم. هذا يستهلك الجيش المصري، هذا يضعف الجيش المصري، هذا الحرب الكر والفر والإرهاب والاعتداء ليس في مصلحة الجيش المصري إلا المنوط به حفظ الحدود، الآن ينشغل بهذه الحرب وشبح الإرهاب. هذه القضايا أو مثل هذه القضايا إثارتها من وقت لآخر برأيك هل يؤثر على العلاقة المصرية الإسرائيلية؟ لا، العلاقة المصرية الإسرائيلية في مرحلة الدفء، كما قالوا دفء السلام، دفء العلاقات. الصحافة الإسرائيلية تستحس نتنياهو أن يكون مثل السيسي ويحزو حزو السيسي، لأنه يقدم خدمات ليل نهار دون مقابل سوى أن يرضى عنه الصهاينة ويجلس على كرسي الحكم. إسرائيل ستظل تدعم عبد الفتاح السيسي حتى لو كان هناك خلاف بينه وبين إدارة دونالد ترامب؟
يعني إسرائيل تدعم عملائها حتى النهاية لمصلحتها، فإذا انتهت مصلحتهم وصار هو الأضعف رموه وتركوه ولا يدافعون عنه. إن كان هو حامي حما المصالح الإسرائيلية، لكن هذه المصلحة لها حدود ولها توقيت، لن يظل يقدم لإسرائيل طالما هو الأضعف. لكن لو ضعفت حلقة السيسي وثار الشعب عليه لن يكون أغلى على إسرائيل من مبارك. هل ترى أن المؤشرات في الواقع المصري وفي الشارع تقول أن الرجل سيضعف قريبا؟ أنا أقول أن ثورات الشعوب لا يمكن أن تموت، ربما يبدو قويا لكن حينما يقوم هذا الشعب ويسترد عافيته وقوته لن يصمد السيسي. نعم. وسوف يترك الجيش لا محالة. نعم، ينضم إلي عبر الهاتف من القاهرة السيد شريف أبو الفضل المحرر في بوابة الأهرام. أهلا بك معنا سيد شريف. نعم، يعني تواصلنا مع مديرة العلاقات العامة في شركة أورنج ويبدو أن هناك تعليمات بعدم التعليق على حكم المحكمة الاقتصادية، إن كانت لديك تفاصيل أكثر عن هذا الحكم ومجريات هذه القضية. يعني هذه القضية هي قضية تتعلق بقضية تجسس لصالح إسرائيل كانت منظورة في غضون عام 2000 ويعني قبل عام 2013، وهذه القضية حكم فيها بالسجن على جاسوس ينتمي إلى دولة الأردن بالسجن 10 سنوات في المشدد، وحكم فيها على يعني آخر ضابط تبع إسرائيل حكم عليه أيضا بالسجن المؤبد. طبعا تابع هذه القضية محكمة الجنايات كانت تحاكم المتهمين في الشق الجنائي، ثم بعد ذلك يعني أقيمت دعوة قضائية أخرى أمام المحكمة الاقتصادية ضد شركة موبينيل لسماحها أو يعني موافقة الشركة على تمرير المكالمات التي يعني كانت هي لب قضية الجنايات أو لب موضوع الاتهام لتمرير المكالمات لصالح إسرائيل. فطبعا يعني هذه الدعوة القضائية طلبت الشركة بالتعويض، والمحكمة الاقتصادية أصدرت حكمها في يعني الأسبوع هذا الأسبوع مطلع هذا الأسبوع بتغريم الشركة. هذا الحكم هو حكم أولي يجوز الطعن عليه، واعتقد ان يعني حسب ما يعني توفر لدينا المعلومات انه تم الطعن على الحكم وستنظره محكمة جناح مستأنف الاقتصادي. طيب، يعني هل القضية جنائيا أغلقت كما قلت بمحاكمة هذا الجاسوس وهذا الضابط؟ الآن فقط بقي الجزء الفني المتعلق بالغرامة المالية التي صدرت من المحكمة الاقتصادية. بالطبع، يعني هو هذا ما يحدث الآن، نحن أمام شق فني متعلق بتعويض مالي. الشق الجنائي حسم أمام محكمة الجنايات بإدانة المتهمين وإدانة الشركة وإدانة موظفين يعني في الشركة، وكانت محكمة الجنايات محكمة أميرة أمن الدولة العليا أحلاف المحكمة الجنائية. نحن الآن أمام شق مالي تعويض كنوع من يعني الغرامة المالية أو كنوع من التأديب للشركة ولموافقتها على يعني تمرير المكالمات لدولة أخرى. طيب شريف، في المؤتمر الصحفي لشركة أورنج نعم تحدثوا أن هناك أخطاء مماثلة لعدد من شركات الاتصالات الموجودة حاليا في السوق المصري، هل هناك تفاصيل عن قضايا مشابهة لشركات الاتصالات الأخرى بالفعل؟ يعني هو ربما يكون هناك قضايا ولكن لم يتم الكشف عنها أو يعني لم تتطرق إليها التحقيقات، ربما تكون هناك بلاغات من هذا النوع ولكن لم يتم فتح أي تحقيقات فيها. شكرك، شكرا جزيلا شريف أبو الفضل المحرر في بوابة الأهرام، كنت معنا عبر الهاتف. إذن سيد خالد، هناك شق جنائي تم الانتهاء منه والآن بقي الشق الاقتصادي. أنا تذكرت هذه القضية لهذا الموظف، لكن يعني كيف أن نختزل قضية تجسس في موظف أو اثنين؟ أين الشركة؟ هل غرر هذا الموظف بشركة بأكملها لتقيم يعني أبراج بزاوية 75 في درجة في العوجة ليتم سحب هذه الترددات بعمق
10 كيلو في إسرائيل، هذا اعتباطا؟ يعني ألا يوجد لجان فنية؟ ألا يوجد شركة لها أمن؟ أين الأمن المصري من هذه القضية؟ يعني لكن اختزال القضية في موظف واحد، هذا هو مسار العجب. أيضا كان يجب أن توقف أعمال هذه الشركة وأن يحاكم كل هذه الطاقم المتخاذل. أيضا يتم محاسبة الأمن المصري، كيف سمح لهذه الأجهزة أن تدخل وأن يتم إنشاء أبراج اتصال في هذه المنطقة؟ طب أين بداية القصة؟ يعني من يمنح التراخيص؟ من يراقب هذه الشركات؟ أين الدولة في هذه المرحلة؟ الدولة غائبة، يبدو أنها غائبة، لم تردنا أي معلومة حول أنه منح تراخيص في هذه المنطقة. وأيضا لا يتم غياب المخابرات في الإشراف على هذه الأعمال حتى ولو أعطتها ترخيص. أين إشراف الأمن في هذه المنطقة الحساسة؟ أين المراقبة؟ أين المداومة على هذه الاتصالات؟ تعرف كم عمقها؟ ولكن هذه الأبراج ظلت سنوات داخل سيناء في العودة وتستفيد منها إسرائيل. إنها يعني فضيحة وترهل للأمن القومي المصري. 49 مليون جنيه وهناك طعون قادمة، ربما يتم تخفيض هذا المبلغ أو هذه الغرامة. برأيك كيف ستنتهي هذه القضية؟ أظن أنها سوف تتم بتسويات مالية، وحتى ولو تغرمت ضعف هذا المبلغ هي تحصله من عملائها، لأن كما قلت أن شركات الاتصالات في مصر يعني تنهب المشتركين، وهي الأغلى في منطقة الشرق الأوسط. ربما تعلم أن دول الخليج يعني سعر التعريفة الاتصال أرخص بكثير مما يجري في مصر، رغم يعني قلة إمكانيات المصريين. صبح على مصر بجنيه كانت أحد أفكار عبد الفتاح السيسي، وكان مخاطبا المواطنين وتحدث عن عدد كبير يستخدم الهواتف المحمولة. علاقة هذه الشركات وملاك هذه الشركات بالنظام العسكري الحالي كيف ترى؟ علاقة وثيقة وعلاقة مصالح يعني أعمال، من الواضح جدا. هل هم من رجال أعمال مبارك المغضوب عليهم حاليا أو المغضوب على بعضهم حاليا من قبل السيسي، أم هم من رجال أعمال عبد الفتاح السيسي على غرار أحمد أبو هشيمة مثلا؟ لا، هم من رجال مبارك الذين توأموا مع هذا النظام. ليس كل رجال مبارك قاطعوا السيسي، وإنما كثير منهم وأموا أوضاعهم، ومنهم من لم يستجب لابتزازات السيسي المستمرة، ومنهم من ارتمى في أحضانه مثل أبو العين وغيره الذي يسخر قناته للسيسي والدفاع عنه، وبعضهم تقاطع معه بعد فترة وغضب عليه وانقلب عليه مثل ساويرس. طيب يعني فكرة الحفاظ على هؤلاء تحديدا أو على علاقة السيسي بهؤلاء تحديدا وخسارته لعدد كبير من رجال أعمال مبارك، لماذا؟ يعني إن كان هؤلاء مراكز قوة فالآخرين أيضا مراكز قوة. من مراكز قوة؟ طارق نور وعدد من رجال أعمال مبارك. لماذا يخسر السيسي هؤلاء ويبقي على علاقة طيبة بملاك شركة؟ من يستجيب للابتزاز، من يستجيب للدفع باستمرار ويكون رهن إشارة السيسي 100%، فهذا هو المقبول لدى السيسي والمستمر في علاقته. أما الذي أو ينزعج أو يرفض أو يماطل فهذا لا مكان له. السيسي يريد نعاجا خادم له. شكرك، شكرا جزيلا خالد الشريف الكاتب الصحفي المصري، كنت معنا في الاستوديو. أنا فادي على مصر، حلقتنا خلصت، تشوفكم بكرة 9 بتوقيت القاهرة. تصبحوا على خير.